تليفون مدام ألفت. السلام عليكم يا حبيبتي. السلام عليكم عليكم. السلام وعليكم ورحمة الله السلام ورحمة وبركاته. الله. اتفضلي. يبارك لك يا حبيبتي ويديك الصحة ربنا ويكرمك. يبارك لك يا رب. أهلا وسهلا يمسي لك يا بحضرتك. حبيبتي دعواتك يا حبيبتي. الله يبارك لك والحمد لله في يوم ربنا يعني يديك ربنا الصحة يا يخليك رب وطولة ويديك العمر. الصحة. أنا كلمتك قبل كده يا حبيبتي كنت عايزة يعني أخد على مهلك على مهلك، خدي نفسك على حبيبتي. مهلك على بص مهلك، حبيبتي بصي اتفضل. بس بأمانة يعني بيكلميني ضروري أو أنت أو الشيخ أو أي حاجة بعد البرنامج. الله يبارك لك. حاضر يا حبيبتي، حاضر، ماشي الله يبارك لك ضروري. اتفضل. الله يبارك لك حاضر. ويديك الصحة ودعواتك ليا يا طب حبيبتي. اهدي بس اهدي، فضلت الشيخ سامعك اهو. طيب صل على ربنا النبي يجبر عليه خاطرك الصلاة ويرضيكي. والسلام. عليه الصلاة السلام عليكم والسلام. يا سيدنا الشيخ. الله يبارك لك آمين يا أمي، يديك الصحة آمين يا ويكرمك. رب. ربنا يبارك لك دعواتك ليا والله. ربنا يرضيكي ربنا ويجبر يديك خاطرك الصحة ويحقق ويرضيك آمالك ويستجيب دعائك، يا رب يا أنت رب. الله يبارك. والمشاهدين جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على الصلاة سيدنا والسلام. محمد. بس يا أستاذ يا شيخنا أنا يعني ست عندي 64 سنة. يديك الصحة يا رب. يا رب دعواتك يا حبيبتي. الله ربنا يبارك يديك. لك. اللهم صل وسلم على نبيك محمد. الصلاة والسلام. يعني جوزي متوفي من 20 سنة وكان معايا 3 حبيبتي وكان أكبرهم 13 سنة والحمد لله الحمد لله 3 وربنا رضاني الحمد لله. ويا حبيبتي يعني كمان اتوفى كبير الايه؟ بعد ابني كمان يا حبيبتي الكبير اتوفى من 3 سنين. الثانوية بتاعته النهاردة أو بكرة يا حبيبتي. الله يرحمه ويصبرك. يا دعواتك يا حبيبتي لا دعواتك حول الله يا رب. دعواتك ودعواتي للشيخ. بس أنا حبيبتي بسأل الشيخ وبقول له إيه اللهم صل وسلم طب وبارك والنبي على تهدي سيدنا عشان خاطري، محمد. أنا بهت يا حبيبتي. اهدي اهدي. طب وخدي طيب نفسك. ماشي ماشي ربنا يصلح الحال وكلموني ضروري. الله يبارك لك حاضر بعد الحالة عشان في حاضر حاجات كتير الله يبارك لك مش هعرف أقولها وأنا حاضر اتصلت حاضر بالمسؤولين. حاضر. ربنا يرضيك. فإيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الصلاة محمد. والسلام. بسأل بس في حاجة يعني أنا لما أعمل يعني الثانوية وعيد ميلاده والكلام ده كله يعني بتذكره مش ان انا بعمل حرام ولا بعمل حاجة غلط تكذب ربنا ودعواته وكده. بس فاكرة كل يعني حاجة بعملها كده. هل ده حرام عليا يا حبيبتي حاضر. ان انا يعني اروح المقابر ازوره ان انا يعني في كل وقت بدعي كل وقت بعمل كله. بس يا حبيبتي يعني مثلا هو مات ابني اتوفى في عيد جوازه وعيد ميلاده وموته ومات فجأة برضه 35 سنة يا حبيبتي. يعني هو التاريخ واحد، عيد ميلاده هو نفس التاريخ اللي اتجوز فيه هو نفس فرق التاريخ بين اللي ده اتوفى. يومين يومين. النهارده هو متجوز 8/8/2008 وعيد ميلاده 9/8/2008 لا اله وهو الا مات الله. 13/8 حبيبتي. طب اهدي وكان في ذو الحجة في آخر جمعة في ذو الحجة وبابا بنفس التاريخ ونفس سكتة قلبية برضو كده حبيبتي مفاجأة. ربنا يرضيك. أنا مش قادر أقول لك يعني الحاجات. وكان يا حبيبة قلبي اللهم صل وسلم وبارك الصلاة على سيدنا والسلام. محمد مخلف بنت 12 سنة وكان بقاله 12 سنة ما بيخلفش لوحده من عند ربنا يعني. سبحان الله قبل ما يموت بثلاث أشهر عارف ان مراته حامل 3 أشهر يا ما حبيبتي. شافش بنته. ما شافش يا حبيبتي. وبعدين اتولدت كمان معوقة. اتولدت بدري عن ميعادها ومعوقة الحمد لله. انا لله وانا اليه راجعون. بس حبيبتي عايزة اتفسر بحاجات كتير. الله يبارك لك. حاضر والله لا تكلميني يا حاضر حبيبتي يا حبيبتي. ودعواتك ليه بقى وادعي له. ربنا ادعوا يرحمه يا كتير رب، ربنا ادعوا يرحمه، ربنا يرحمه الرحمة ويصبره. والمغفرة امين يا رب، امين يا وربنا رب، يهدكوه ويصلح حاله امين اللي يا رب، بعده. امين يا جاله رب. حالة نفسية بعديه كمان مش قادرة أعمل إيه فيه برضه. وحالة نفسية إن هو يعني نزل أخوه وهو أصغر منه بينه وبينه 10 سنين وكان برضه أبوه متوفي وهو عنده 6 سنين.
فكبيرة عليه نفسيا زي الزفت، ومش عارفة أعمل فيه إيه، ومهما أذكره بالقرآن ومهما أعمله مش يعني بيقول يا حبيبي من حاضر حاضر حاضر. تبعينا يا مدام إلا بالله العلي العظيم. الواحد مش عارف يقول حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يصبرك، الله يرضيك يا ربي. املأ قلبك رضا، يملأ قلبك سكينة، يملأ قلبك طمأنينة، يملأ جسمك صحة وعافية، يملأ بيتك غنى وسعادة. آمين يا رب. وما يكسر لك قلب أبدا في أولادك يا رب. آمين يا رب. وأرحمه رحمة واسعة. والله يا جماعة خلي بالكم من الناس اللي حواليكم، خلي بالكم وطبطبوا عليهم، والله ما تعرفوا اللي في القلوب، اللي في القلوب قد إيه. ما أنتوش عارفين الوجع اللي في القلوب شكله إزاي، ولا عارفين الألم اللي في النفوس شكله إزاي، ولا عارفين البيوت بتتقفل على إيه. صحيح. فخليكم بالراحة على الناس، وطبطبوا على الناس، وخليكم حنينين على الناس. شوفوا حالة زي الحاجة ألفة دي قد إيه ألمها، 20 سنة وهي قايمة بدور الأب والأم، 20 سنة وهي راجل وست. وبعدين شوف الألم اللي هي فيها دلوقتي، اللي هي فيه دلوقتي، ووجعها في إنها فقدت ابنها، ودلوقتي المعاناة اللي بتعانيها مع أولادها علشان الحال النفسي اللي هم فيه. طبطبوا على الناس واجبروا خاطرهم، واتخطف في عز شبابه. فخلي بالكم من اللي حواليكم، بلاش ما نكرمش الناس اللي بعد راحلها، كرموهم وهم في حياتهم قبل ألا تجدوهم. تعظيم سلام ليك يا حاجة ألفت، ودعائنا ليك بأن ربنا يملأ قلبك طمأنينة وسعادة. دعاء ليك ولكل اللي زيك من جوه مصر ومن بره مصر، دعاء ليك وكل ست قامت بالدورين راجل وست، دعاء لكل واحدة ست ولكل راجل قلبه موجوع ونفسه متألمة. دعاء ليكم إن ربنا سبحانه وتعالى يسكن رضا عليكم ويملأ قلبكم طمأنينة، وما يضيعش أبدا ألمكم ولا وجعكم أبدا بأي حال من الأحوال. آمين. اللهم آمين. آمين يا رب. هي كانت بتسأل على إنه يعني الثانوية وعيد ميلاده، لو تذكرت لو عملت حاجه دايما بالدعاء. شوف يا استاذ زلمي، احنا ما عندناش في الدين حاجه اسمها كده، اسمها ايه؟ ثانويه وخميس واربعين الله ينور على سعادتك، ما عندناش الكلام ده. تمام. وما عندناش تحديد يوم معين لزياره المقابر، ولا في حاجه اسمها الروح بتنزل الخميس والجمعه في الاجازه، ولا روح ابويا بتهفف على الكلام ده كله لا اصل له. وزياره المقابر لازم تكون محدوده ومنضبطه، من غير مخالفات شرعية، ومن غير إكثار للزيارة، لأن كتر الزيارة بيفقدها القيمة والقامة والهيبة اللي هي فيها. شوفوا الناس اللي بيروحوا المقابر مثلا كل سنة مرة قد إيه بيبقى خايفين، أو كل شهر مرة قد إيه بيبقى عندهم وجل وعندهم هيبة. شوفوا الناس الله يصلح حالنا وحالهم، المقيمين اللي عايشين هناك خلاص، هم اتعودوا على ده وضع طبيعي بالنسبة لهم. فكثرة الاحتكاك بتقلل الاحساس، فمن كتر الزياره بيقلل هيبتها. فاحنا محتاجين ما نحددش يوما معينا زياره المقابر، ولا نكثر من زياره المقابر، وينبغي الضوابط الشرعيه لزياره المقابر. طيب ما فيش عندنا لا 50 ولا 40 ولا سنويه ولا غير ذلك، ممكن نتجمع ندعو الله له ونطعم طعام وكذا وكذا، ممكن بعيد عن السنوي، بعيد عن اليوم، قبله بشوية بعده بشوية، حتى لا نتسبب في سنة احنا في غنى عنها. فاحنا محتاجين ده، وفرقها بسيط جدا، يعني بلاش النهاردة خليها بكرة، خليها بعد يومين، خليها قبلها بيومين او ثلاثة، علشان ما نعملش حاجة على الاقل فيها شبهة.